First of all, I have a nice view here, and I can make strong and be playing outside and doing a great sun. And also, when I finish the sports, I can have fun, but not also always touching the tablet and TV. But I need to be good and playing outside to be sun and strong. ابتسامتي أبيها تدوم أو نبيها تدوم هو شعار الماراثون اللي نظمته مراقبة صحة الفم والأسنان في وزارة الصحة. هذا الماراثون يوصل أو يبعث أكثر من رسالة في أكثر من اتجاه. الرسالة الأولى أن الرياضة مفتاح لجودة الحياة، أن الوقاية تبدأ من الصغر. فاليوم أكثر من 50,000 طالب وطالبة توحدوا في إثبات الرغبة بالرياضة وسط مشاعر الفرح والسرور، وللأطفال وأولياء أمورهم ومدرسيهم. على هامش هذا اللقاء هناك وحدة متنقلة لإجراء الفحوصات لمرتادي هذه الفعالية من جانب آخر يمكن أخذ مواعيد ترسل لكل محافظة لإجراء الفحوصات. المشاركين يستحقون تحية سواء على مستوى قطاعات وزارة الصحة أو خارجها، وهذه من ضمن الأشياء اللي احنا نفخر فيها. فرحة الأطفال والطلبة والطالبات الأمهات لا شك أنها تصنع فرقا لصالح الاستمرارية في التجسير مع المجتمع لتعزيز مثل هذه الفعاليات وإيصال رسالة صحية للأطفال منذ نعومة أظافرهم، ثم يتحولون إلى تلاميذ، ثم طلبة، ثم إلى خريجين. لكن لو نجحنا في أنه نعزز فيهم يعني مهارة المحافظة على صحة الفم والأسنان، فيعتبر هذا شيء متقدم نباهي فيه. وكل عام وانتم بخير. Today I went to the marathon to be more active and not hold the mobile that much inside, because holding the mobile that much can damage your body and make you weak. But going outside and getting the sunshine will make your body even stronger. So you'll be able to more run more, do the marathon. That's why I went the marathon, because I go out a lot. اليوم اختتمنا فعالية ماراثون ابتسامتي أبيها دوم. شاركنا مدارس طلبة من مدارس الحكومية في الكويت، أكثر من 600 طالب مع أولياء أمورهم. بناء على قناعاتنا في إدارة طب الأسنان ممثلة في مراقبة صحة الفم، أن الصحة الفموية لا تتجزأ من الصحة البدنية. إحنا ما نقدر نقول أن إحنا عندنا صحة بدنية تامة إذا ما كان معانا صحة فموية وصحة عقلية ونفسية. يوم فعالية ترفيهية صحية، أتمنى أن إحنا نكثر من هذه الفعاليات بالمشاركات بين مختلف قطاعات الدولة، لأن صحة الإنسان مو متعلقة بس بوزارة الصحة، ولكن مشاركاتنا مع يعني زملائنا في القطاعات الثانية. واليوم كانت وزارة التربية هي شريكنا الأساسي لهذا الإيفنت. أنا استفدت كتير قوي في الماراثون عشان نكون نشيطين كتير ونحب السبورتس. So this why I was very happy to get in the marathon to love more sports and be more activate. اليوم كان عندنا فعالية الماراثون الرياضي لطلبة مدارس مناطق دولة الكويت التعليمية من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. الماراثون كان تحت شعار ابتسامتي أبيها دوم. طبعاً إحنا هذه الفعاليات نحب إن نستمر فيها، لأن لها دور في التوعية الاجتماعية واللي إحنا نحرص عليها من بداية عملنا في البرامج المدرسية. إحنا شعارنا دائماً توعية وقاية وعلاج، فالتوعية هي أول أساليب الوقاية لدينا. اليوم حتى حرصنا على أن تكون الوحدة المتنقلة للبرامج المدرسية موجودة، فحصلت أسنان الطلاب المشاركين وحولت اللي يحتاج منهم للعناية أو للعلاج، حولته على المركز اللي تابع له في محافظته بحسب بطاقته المدنية. هذا جزء من عملنا اليومي، بس حبينا أنه يبرز بهذا الشكل، والحمد لله
بالتعاون مع وزارة التربية والجهات اللي ساعدتنا وكانت معانا قدرنا نحقق النجاح ولله الحمد.